سواء انت واحد بيطلع يقضي اجازته في المالديف والبهاماز واغلى منتجعات في العالم، او واحد زي ميزانيته محدودة اخو يطلع راس البر او جمسة يصيف فيها يومين، فالفيديو ده ليك، لان احنا النهاردة هنتكلم على موقف جديد من المواقف اليومية وهو at the hotel، او اشهر المواقف اللي بتحصل لك وانت موجود في الفندق بالانجليزية. Let's get started. اول جملة معانا هي انا حاجز في الفندق ده، انا عندي حجز، وبالانجليش بنقول I have a reservation. ما تنطقش الار التانية، حجز reservation. I have a reservation. أو ممكن تقول I have a booking. I have a booking. يبقى reservation أو booking. تاني كلمة معانا ولازم تبقى مستعد ليها عشان هتحصل كتير، اللي هو doesn't work، يعني مش شغال. يعني عاوز تقول التكييف مش شغال في الأوضة فبتشتكي the airco doesn't work. عاوز تقول لهم التليفون مش شغال the phone doesn't work. عاوز تقول لهم النت مش شغال the internet doesn't work، وهكذا. فخليك جاهز لكلمة doesn't work، وما تقولش doesn't work. من الجمل برضو اللي انت هتقولها كتير، لان انت جست رخم او ضيف رخم وانت جاي هنا بفلوسك، ان انت هتخش على الريسبشن احيانا وتقول لهم ايه، can I have a wake up call. Can I have a wake up call؟ يعني ممكن حد يصحيني بكرة يعمل لي wake up call، على أساس أنت ما عندكش منبه على التليفون مثلا. إيه يا عمي في إيه؟ Can I have a wake up call؟ المهم يبتال كده، Can I have a wake up call؟ ممكن حد يصحيني بكرة يا جماعة بعد إذنكم؟ اللي بعد، لما بتنزل بقى أي فندق في العالم أنت بيبقى عندك اختيارات لطريقة أو نظام الحجز بتاعك والقعدة بتاعتك الجميلة. ممكن في حاجة اسمها bed and breakfast. bed and مش end bed and breakfast، يعني تختار الفطار مع السرير. اكيد السرير، ما انت هتنزل تنام على البلاط يعني. المهم هو بيتقال كده bed and breakfast، يعني ما بتاكلش اي حاجه في الفندق غير الفطار. في بقى كمان half board. half board يعني بيبقى ليك السرير وفي الفطار والعشاء، وممكن تبدل احيانا الفطار مع الغداء براحتك يعني لو انت هتنام خفيف. عندنا بعد كده بقى full board. full board يعني بتاخد فطار وبتاخد غدا وبتاخد عشاء في الفندق، ده شامل الاقامه بتاعتك. في بقى نظام تاني موجود جدا في منتشر في العالم اسمه all inclusive. والall inclusive ده يعني انت داخل تحمل من الفندق وتمشي، كل حاجه ببلاش، بس مش كل حاجه قوي يعني، لازم تقرا العقد برده. اوكي، يبقى all inclusive. اخر واحد معانا، الجملة اللي جاية دي بقى تاخد بالك منها بالذات لو انت لسه عريس في شهر عسل جديد، لان يعني ممكن يحصل مشاكل. احيانا هيقولك دايما يا احمد عشان انت داخل على جواز صحيح، هيقولك حضرتك عاوز a double bed. you want a double bed or two single beds، يعني انت عاوز سرير كبير double bed ينام عليه اتنين، ولا عاوز سريرين منفردين. ما تختارش سريرين منفردين، انت حر. يبقى عندنا a double bed، سرير كبير ينام عليه فردين، او سريرين منفردين لو انت رايح انت واخوك مثلا او انت واختك، يبقى اسمه two single beds. double bed two single beds. عندنا كمان can I check in. can I check in يعني ممكن اعمل check in. يا جماعة check in يعني اروح عند الريسبشن واخد المفتاح بتاع الاوضة. can I check in. طيب تطلع من الغرفة او تمشي وتسيب لهم الفندق. can I check out. can I check out. عندنا كمان لما انت تحب تدفع الفاتوره بتاعتك، مش لازم تبقى ماشي، بس ممكن عاوز تدفع الحساب بتاعك، فممكن تقول لهم can I settle the bill. can I settle the bill. ممكن ادفع الفاتوره settle the bill. طيب لما تحب تقول مثلا انا عندي شكوى بخصوص، هتقول I have a complaint. I have a complaint about. عندي مشكله بخصوص كذا. I have a complaint about the service. عندي مشكله بخصوص الخدمه. I have a complaint about. لما تبقى عاوز بقى تاخد اوضه احسن او اعلى من الاوضه اللي انت فيها، فبتروح الريسبشن وتقول لهم ايه، can I upgrade. upgrade my room. upgrade يعني تجيب حاجه احسن. can I upgrade my room. السؤال ده بقى انا مش عاوز اقول حمام، بس السؤال ده بيحصل كتير قوي 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 قوي، اللي هو لما تحب تقول الحاجه دي ببلاش يا جماعه ولا بفلوس. هيحصل ده كتير قوي وهتزني. لما تحب تقول الحاجه دي ببلاش هتقول is it for free. is it for free. طب الحاجه دي بفلوس. is it against charge. بتسال is it against charge. يبقى free ببلاش و against charge بفلوس. شوية بقى كلمات هتشوفها هناك كتير: sea view room يعني أوضة على البحر،
save your room. أوضة بحمام سباحة ما اسمهاش pool view room، اسمها pool view. pool view. pool view room. عندك كمان الراجل اللي بيشيلك الشنط، الراجل المحترم ده اسمه porter. 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 لو انت عاوز تحجز الاوتوبيس اللي هيجيبك من المطار اسمه airport shuttle bus. airport shuttle bus. البوفيه اللي انت بتاكل فيه فطار وغدا وعشاء دوت ما اسموش بوفيه، اسمه بفاي. بفاي. ب ب بفاي. عندك كمان المصعد لو فيه اسانسير او مصعد باللغه العربيه الفصحى اسمه بالامريكان انجلش elevator. elevator. الراجل كمان اللي بينظف لك الاوضه تمام اسمه housekeeper. 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 زي جول كيبر. دلوقتي تقدر تنجوي الرحله بتاعتك وتتكلم انجلش وانت واثق في نفسك جوه الفندق وتبقى فخور بنفسك كده. لو الفيديو عجبك وحسيت انك استفدت وانت قاعد في الفندق، شير اند لايك اند ثانك يو.